بعد ما حكينا بالمقطع السابق عن تعريف تحويل لابلاس وشرط وجود تحويل لابلاس، رح نبلش نحكي بهذا المقطع عن إيجاد تحويل لابلاس لمجموعة من التوابع الأساسية، اللي هي رح أقول الأكثر استخداما لما رح نعمل تحليل أداء الأنظمة وتصميم المتحكمات باعتبار مجالنا هون التحكم الآلي. زائد رح أقول هي رح تكون مجموعة توابع هي من أكثر الأشكال الإشارات، أولا موجودا في الطبيعة، ثانيا هي من أكثر الإشارات اللي يتم استخدامها سواء كإشارات دخل للأنظمة إذا كانت للعمل أو للاختبار، وأيضا هي إشارات رح تظهر عندي في الاستجابة في الخارج، ورح شوف طبعا شكل هالإشارات بمستوى الزمن ومستوى لابلاس. بالبداية رح أحكي عن أول تابع، هو التابع جمع تي، هو تابع القفز الواحدية، أو طبعا ليس بالضرورة تكون دائما القفزة واحدية. بالبداية القفزة هي انتقال من مستوى أول إلى مستوى ثاني. فرح أقول إذا كانت الحالة الابتدائية صفر والحالة النهائية واحد، رح سميها لهذه القفزة قفزة واحدية أو يونت ستيب. في حال كان عندي الحالة النهائية لا تساوي الواحد، ممكن نشوف أنه تعريف التابع هو تابع القفزة أو الخطوة، ممكن يكون بدل الواحد عند الحالة النهائية ممكن يكون المطالقة وليس بالضرورة واحد. لكن أنا حاليا رح أدرس إشارة شهيرة هي القفزة الواحدية أو الخطوة الواحدية أو اليونت ستيب فانكشن. تعريف هالإشارة جمع تي هو صفر عند الزمن السالب وواحد لأجل تي أكبر أو تساوي الصفر. وهي آخر بآخر مناقش بالمقطع السابق لما ميز الفرق بين قيمة التابع عند الحد الأدنى للصفر والحد الأعلى للصفر، ناقشت شوي عنه، ورح أرجع أحكي كمان مزيد من الكلام عن هاي الإشارة. بالبداية هاي الإشارة في المراجع ممكن بكثير محلات تشوفها اسمها يوتي، عن هي اسمها يونت ستيب، أو هذا الرمز أو الواحد بدلا من الجمع. لكن أيضا رح شوف أنه الإشارة وخصوصا الإشارة يوتي إلى استخدامات تانية، لهيك في هالملف رح نستخدم الرمز جمع. أيضا في فائدة لاستخدام هذا الرمز، لأنه هذا الرمز هو الحرف هو small letter بالأبجدية الإغريقية، هون الجمع الكبيرة، هون الكابيتال لتر، يوافق تقريبا شكل قفزة. فجمع في مجال الزمن وجمع في مجال لابلاس، هون رح يكون عندي تحويل لابلاس الموافق لتابع القفزة الواحدية يوتي أو واحدتي أو جمع تي. أيضا لازم أرجع نوه لموضوع أنه نظرا لاختلاف القيمة بين قيمة هالإشارة بين اللحظة عندها الحد الأدنى للصفر والحد العالي الصفر، بعض المراجع إما بتقول أنه هاي الإشارة غير معرفة عند الصفر، وبالتالي رح يصير تعريف الإشارة تساوي واحد عند تي أكبر تماما من الواحد. يعني شرط رح يصير شرط المتراجحة أكبر تماما من الصفر، عفوا إذا غلطت، تي أكبر تماما من الصفر وليس أكبر أو يساوي. وبعض المراجع بتقول انه جمع صفر تساوي نص، وهي حالة بيناتنا. لكن نحن المرجع اللي اخذين منه عم يعتبر انه جمع تي تساوي واحد عند تي اكبر او تساوي الصفر. طبعا هو فقط يعني حتى نقول انه هذه القيمة او قيمة الاشارة عند اللحظة صفر تساوي واحد، انه رح احتاج اعرفها او اعطي قيمة لهذه الاشارة في تحويل لابلاس.
ايضا في الرسم راح نقول انه ترسم بشكل انتقال يتم عند اللحظة صفر، وهو انتقال شاقولي ولا يتم توضيح اي زمن يفصل بين الحد الادنى او الحد الادنى الصفر والحد الاعلى للصفر. اذا نحن راح نتعامل مع اشارة جمة تي تساوي واحد عند تي اكبر او تساوي الصفر. بالنسبة لي تحويل لابلاس لهي الإشارة، هذا أول مرة بنجري تحويل لابلاس، أقول تحويل لابلاس أعرف الكبيرة لاحظ هون للإشارة جمتي يساوي، من تعريف تحويل لابلاس هو التكامل من الحد الأدنى للصفر حتى اللانهاية للإشارة في مستوى الزمن مضروب بالتابع أو بالحد إي القوة ناقص إس تي دي تي. واتفقنا على أنه رح نعتبر قيمة جمة تساوي الواحد لأجل تي أكبر أو تساوي الصفر. لهيك إذا وجد قيمة هالتكامل راح يكون عندي هو ناقص واحد على S بي القوة ناقص ST من اللحظة صفر حتى النهاية. وشوفون إنه خلاص أخذت القيمة عندها الصفر، جمع صفر تساوي الواحد، إنه خلاص صار المجال التعريف من الصفر ولا يوجد داعي لي التفصيل من صفر السالب. وأنا حتى ولو شفته موجود عند صفر من الحد الأدنى أو الصفر مع سالب، نحن نوهنا أنه عند الصفر جمع صفر يساوي الواحد. بحساب هذا التكامل رح شوف أنه عندي قيمة التكامل تساوي ناقص واحد على S بصفر ناقص واحد، وبالتالي تحويل لابلاس للخطوة الواحدية أو القفز الواحدي أو unit step function يساوي واحد على S. إذن تحويل لابلاس لتابع الخطوة الواحدية الموجود في الزمن يساوي واحد على S في مستوى لابلاس. ننتقل إلى التابع التالي. التابع اللي راح أحكي عنه هلا هو التابع الأسي، هو معرف بالشكل yt يساوي صفر عند t سالب ويساوي e للقوة ناقص at عند t أكبر أو تساوي الصفر. أيضا هون لازم نوه على موضوع، بعد ما عرفت التابع جمة بالشكل أنه يساوي الواحد عند زمن أكبر أو يساوي الصفر، صار فيني أوجد كتابة مكافئة لهالمجالات الزمن بأنه yt يساوي التابع الأسي e للقوة ناقص at في جمة تي. فإذا شفت أي إشارة مضروبة بجمة تي، هيدا الجمة تي توافق هيدا التعريف، إنه قيمة الإشارة عند زمن أصغر من الصفر تساوي الصفر. بالبداية شكل الإشارة رح أقول في حال كان عندي A موجب E للقوة ناقص AT رح يكون متناقص، والاستجابة رح أقول أو التابع هون متخامد، وهذا هو عادة الشكل اللي رح نتعامل معه لأنه هي هو الحالة الطبيعية، الحالة الأكثر شيوعا في الأنظمة. أما إذا كان A سالب رح شوف أنه A القوة ناقص AT رح تصير قوة A هي قيمة موجبة، وبالتالي هذا التابع رح يتضخم مطاله بشكل كبير مع زيادة الزمن، وبالتالي لازم رياضيا رح شوف أنه رح يتناهى إلى اللانهاية مع T إلى اللانهاية، وفيزيائيا أو على الواقع يجب أن يكون هناك حد أعلى لهذا الاستجابة. إذن هذا الشيء المذكور عندي بهذا النص ناقشته كلياته. ننتقل إلى إجراء تحويل لابلاس للتابع الأسي أو exponential function. مثل ما اشتغلنا بالحالة الأولى تحويل لابلاس y، لاحظوا أني استخدمت الأحرف الكبيرة، تحويل لابلاس الإشارة ys يساوي تكامل من الحد الأدنى للصفر حتى اللانهاية للتابع المدروس هو e القوة ناقص at في المقدار e القوة ناقص st dt. وبنتبه أنه هاي القوة بقدر بكتبها بهذا الشكل. إذا بجري عملية التكامل بشوف أنه ناتج هذا التكامل يساوي ناقص واحد على S زائد واحد
هون اس زائد واحد هون وصار مستقل عن الزمن عندي هون. عفوا اس زائد اي يلقوا ناقص اس زائد اي في تي، عندي هون ناقص واحد على اس زائد اي، هذا هو المقدار مستقل عن الزمن وبالتالي هذا ثابت في نطلعه برا القوس. في اي للقوة ناقص اس زائد واحد تي من الحد الادنى للصفر حتى اللانهاية، وبالتعويض نجد انه تحويل لابلاس للتابع الاسي اي للقوة ناقص اي تي يساوي واحد على اس اي. ما هنا نشوف هذا الرمز انه هذا بيعني انه الانتقال من الزمن الى لابلاس راح يعطي هذا الشكل، والانتقال من مستوي لابلاس الى تي راح يعطيني هذا الشكل، وبالتالي هذا التحويل هو واحد لواحد، يعني هذا التحويل راح يعطي نفس النتيجة اذا انتقلت الى اس واذا انتقلت من اس الى تي. ملاحظة فقط للحفظ، يعني انا بعد شوي ممكن استفيد ان اشتغل بالجيب والتجيب، راح اقول انه يكون في عندي اي للقوة ناقص قوس بي تي، ففقط لتسهيل الحفظ راح يكون تحويل لابلاس هو واحد على القوة اللي داخل القوس، واحد على القوة اللي داخل القوس فقط. تدريب لازم خلص تصير هذه المعلومات صارت واضحة بذهنك، لكن فقط لتسهيل الحفظ او الاستخدام. اذا الخلاصة هون تحويل لابلاس التابع الأسي إلى القوة ناقص اي تي يساوي واحد على اس زائد اي. ننتقل إلى تابع أيضا شهير ويمكن استخدامه كإشارة دخل، هو تابع السرعة أو الإشارة رامب. إشارة رامب هي إشارة معرفة كالتالي: واي تي تساوي تي مضروبة في جمة تي، بمعنى تاني راح أقول إنه y of t مطار الإشارة يساوي زمن، يساوي الزمن اللي عم أحسب عنده الإشارة، فعندي واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة وهكذا. راح بلش به إجراء تحويل لابلاس، وانتبه هون إنه بالتعويض بتعريف تحويل لابلاس راح أشوف إنه هو تكامل من صفر حتى اللانهاية t بإي القوة ناقص st dt. لاحظ انه بهذا الشكل بينفع عندي استخدام التكامل بالتجزئة أو integration by parts. نذكر بالقاعدة: تكامل udv يساوي uv ناقص تكامل vdu. إذا أخذت u يساوي t، u يساوي t، وبالتالي راح يكون مشتق u يساوي dt. وإذا أخذت المقدار dv يساوي e للقوة ناقص st dt، راح يكون المقدار v هو التكامل يساوي ناقص واحد على s بe للقوة ناقص st. منعوض بالعلاقة ys يساوي ناقص يساوي uv عفوا يساوي uv ناقص تكامل vdu. بالحساب أول شيء راح أشوف عندي هون عند تي تتناهي إلى النهاية إلى القوة ناقص ST هو صفر، وعند تي تتناهى إلى الصفر عندي هون هذا المقدار أيضا رح يصير صفر، وبالتالي هيدا الحد صار صفر. ناقص هذا التكامل، بنتبه إنه في عندي واحد على S هو مقدار مستقل عن الزمن، وبالتالي فين طلعه خارج القوس، بالتالي بنتبه إنه رجع عندي التكامل إلى الحالة الموافقة لتحويل لابلاس تابع الخطوة الواحدية، وبالتالي فين يقول انه هذا المقدار كلياته بيتناهى عندي الى واحد على اس في تكامل إيه قوة ناقص اس تي دي تي، اللي هو عمليا واحد على اس في تحويل لابلاس الخطوة الواحدية ويساوي واحد على اس مربع. اذا تحويل لابلاس للتابع رامب اللي هو تي يساوي واحد على S مربع. ننتقل إلى التابع التالي، تابع الجيب أو تابع الساين، وعن تعريفه هو كالتالي: Y of T يساوي sin omega T
في القمتي، وبرجع بنبه انه هذا الشيء يشير الى انه تعريف هالإشارة عندي هو يبدأ، وهي الإشارة بتاخذ قيمة مختلفة عن الصفر عند اللحظة T أكبر أو تساوي الصفر. بالنسبة لتعريف تحويل لابلاس، يعني مباشرة رح يطلع عندي هو YS يساوي تكامل من صفر إلى اللانهاية ساين أوميجا T تابع لي أنا مجرور التحويل بـ E ناقص ST DT. لكن هون بتحويل لابلاس للجيب والتجيب ساين وكوساين بقدر استفيد من نظرية أويلر أو من علاقة أويلر، اللي هي اللي بتقول هي القوة جي ثيتا تساوي مجموع كوساين ثيتا زائد جي ساين ثيتا، وهي القوة ناقص جي ثيتا يساوي كوساين ثيتا ناقص جي في ساين ثيتا. أكيد العلاقة الرياضية معروفة للطلاب. إذا بدي أجري عملية الجمع لطرفي هاي المعادلتين راح أحصل على كوساين ثيتا يساوي 1 على 2 أو نص في إي القوة جي ثيتا زائد إي القوة ناقص جي ثيتا، وبإجراء الطرح لهدول طرفي المعادلتين راح يطلع عندي هيدا المقدار، وبالتالي ساين ثيتا يساوي 1 على 2 جي بإي القوة جي ثيتا ناقص إي القوة ناقص جي ثيتا. بعد ما عدت كتابة الساين والكوساين بدلالة التابع الأسي، راح استفيد من تحويل لابلاس التابع الأسي، أنا حسبته وصار واضح عندي كالتالي. إذن راح أعيد كتابة تحويل لابلاس لإشارة الساين بإني بدل إشارة الساين بالمقدار 1 على 2 جي بالمقدار إي، يعني هو كان عندي القوس إي القوة جي أوميجا تي ناقص اي القوة ناقص جي اوميجا تي بي القوة ناقص اس تي دي تي. طلع وشيل 1 على 2 جي باعتباره ثابت، راح طلع برا التكامل، وراح دخل هذا المقدار على الوسط لحتى احصل على المقدارين، هذا التكامل وهذا التكامل. برجع هون لحالة مشابهة لي تحويل لابلاس للتابع الأسي، هون راح يصير في عندي هذا المقدار هو اي للقوة ناقص اس زائد ناقص اس ناقص بفتح قوس، خليني احاول اكتبه، هنا راح يصير عندي اي للقوة ناقص اس ناقص جي اوميجا، وهنا راح يصير عندي اي للقوة ناقص اس زائد جي اوميجا. عن تحويل لابلاس لهدول الاشارتين معروف عندي، بتتذكر لما قلت ملاحظة لسهولة الاستخدام هي تظهر معنا على التدريب، انه ما ضمن القوس اللي هي طبعا هي امثال تي وهي أمثال T، ما ضمن القوس بعد السالب وقبل T هو راح يكون عندي في المقام، وأيضا هون نفس الشيء S J أوميجا. بالتالي نقدر نرجع نعيد أو نتابع إجراء التكامل حتى نحصل على الناتج، أو باستخدام والاستفادة من شكل مشابه اللي هو التابع الأسي راح أحصل على الناتج 1 على 2 J ب 1 على S ناقص J أوميجا، وهيدا الحد راح يوصلني إلى هون. بإجراء راح أقول ترتيب بسيط، يعني هو فقط هون بهدف توحيد المقامات، راح أضرب البص المقام لأول حد ب S زائد J أوميجا، وهون أيضا البص المقام ب S ناقص J أوميجا. بعد ما وحدت المقامات وبإعادة الترتيب راح أحصل على هيدا الشكل، وبلاحظ إنه هيدا الحد مع هيدا الحد راح يروحوا معي، وضل عندي أوميجا على S مربع زائد أوميجا مربع، وبالتالي أثبتت إنه تحويل لابلاس لإشارة الساين، تردد عندي هو تردد الإشارة هون هو أوميجا ساين أوميجا تي، تحويل لابلاس لإله هو
أوميجا على S مربع زائد أوميجا مربع. بالنسبة لي إشارة الكوساين وهي أيضا من الإشارات الشائعة للاستخدام، راح استخدم نفس راح أسوي نفس الاستفادة من علاقة أويلر وأعبر عن الكوساين بأنه هي نص نص بـ إلى قوة جي أوميجا تيتا زائد إلى قوة ناقص جي أوميجا ناقص جي نص بـ إلى قوة جي تيتا زائد إلى قوة ناقص جي تيتا. راح استفيد من هاي علاقة، اكتب الكوساين بشكل مجموع تابعين أسيين وبفك بسيط، راح أحصل على تحويل لابلاس للتابع كوساين أوميجا تي، راح يكون بالشكل S على S مربع زائد أوميجا مربع. وهيك راح أقول أنه خلصت مجموعة التحويلات للتوابع الأساسية اللي راح أتعامل معها في تحليل النظم في مجالنا بالتحكم الآلي.